السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومعنا اليوم يوتيوبرز معروفه وضاربه شي اليوتيوب ودايره بلاصتها، ما نخافش عليها. السلام عليكم حبيبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جوسبيغ انكم تكونوا بخير وعلى خير. بزاف ديال الناس غايقول لي ماشي جوسبيغ، كاين اللي كيبقى يقول جوسبيغ كو فوز الي بيان. لا ما كنعرفش نقولها، كنقول جوسبيغ. شوفي عمرك واحد الحاجه، الانسان كيما شافوك الناس في الاول بقاي. الله يرحم لك الوالدين. المهم اليوم موضوعنا غادي يكون على مي حاده وباق الدور، كنقول لهم ضحكوا ونسطوا ونساو الهم. ربي كتب هذا الشيء، الا كانت جايه من عند الله مرحبا بها، كانت جايه من عند العبد الله ياخذ فيه الحق. باق الدور والام حاده، الله يخلي لوليداتها والله يخلي لوليداتو والاخ يونس، لان هاد الناس يعرفوا بينهم وبين الله، تعرفوا قدر الله. اللي كان شي حاجه جايه مع الله مرحبا بها، كلشي تيتخلف كلشي تيتخلف. ما تجيناش غير في الوليدات وما تجيناش غير في الصحه، هذاك الشيء حنا اللي غنديروه، ولكن كاين واحد شويه المعاناه، ولكن ربي غيغلبكم على داك الشيء. وحنا من هذا المنبر تنقول لكم حنا قلبنا معاكم، قلبنا معاكم. بالنسبه لهذوك الناس اللي كيقولوا شويه ديال سمحوا لي دخلت عند قناه هشام ابو ريان، غادي نهضر بحال كنهضر في القناه ديالي اللي هي فاتي ام ريان. بزاف ديال الناس كيدخلوا كيكتبوا في التعاليق، انه ولا ماشي في التعاليق، حتى في كاين قنوات كيقول لك على شويه ديال التبن داروا هذيك الحاله. خويا او اختي، الا طاحت لك انت 5 دراهم ما غتبقاش تقلب على الدار كامل. علاش؟ ماشي حيت محتاج 5 دراهم، حيت غتبقى فيك الشمته فين مشات، فمنين غادي تحرق واحد تبن ديال عام ديال سنه، وهو يعني كيقول يا ربي تصب الشتاء باش ربي يعطينا الرزق وباش باش يلقى باش يوكل هذوك البهايم، وكيطلب نهار. شوفوا الفلاح يعني كي غنقول لكم الوزن ديالو بحال الذهب واكثر من الذهب، حيت كيعطينا بزاف ديال الحوايج الفلاح. وحنا المغرب الحمد لله باش معروفين هشام فلاحه. خوشي تتعرفوا كلنا حنا المغاربه تنعرفوا الموسم شويه دات قاصح، الشتا مصباتش في وقتها، هذاك الشيء ديال الله. حنا ما داك الشيء ديال الله، لان الناس اي حاجه زرعها مسكين تعف فيها وتسناها بزاف وتدعي بالصب الشتا. انسان تيدعي الفلاح، الفلاح الوحيد اللي تيدعي باش تصب الشتا راه هو الفلاح، راه ماشي انا اللي ساكن في المدينه ولا واحد اخر، الفلاح هو اللي تيدعي. علاش؟ عنده ماشيه خصو ياكل، خصو يوجد بزاف الامور، خصو يوجدهم ويديهم للمدينه باش يبيعهم. الفلاح راه هو حياه، الفلاح هو جزء من حياه ديالنا. الفلاح شنو كلمه فلاح؟ وبزاف ديال الناس كيقولوا لك منين كان نايض الحريق علاش كيصوروا؟ واش من نيتكم؟ دابا راه كاين في اخباركم اللي كيدق عليه غير واحد في الباب كيصورو كيقول لك كيهجم عليه، وراه الناس شاعله فيهم العافيه. يعني ديك الوقيته اللي فاتحين التليفون والتصوير باش الناس تنقد تنقد الا لقات ما يتنقد. نتوما ما شفتوش ان هذيك الحريقه اللي ناضت كتقولوا شويه ديال التبن، ما شفتوش ان الوليدات كانوا متاثرين واحد الطفل ما عرفتوش ولد من في ولاد امي حاده، ولد من يعني اش من واحد في ولاده اللي ينزل بهذيك الطريقه وكيقول حسبي الله ونعم الوكيل هذيك الخلعه هذيك الخلعه وجاب الله الدراري ما كانوش حدا هذاك الشيء ديال اللي شعلت فيه العافيه. انا ما سمعتش انا في لا فيديو فاتي ام ريان كانوا في هذيك لابيسين اللي شراو ليهم مؤخرا، كانوا في لابيسين. شوف شوف الله سبحانه وتعالى كيفاش يحمي تيحمي العباد ديالو، خصوصا الوليدات الصغار. سبحان الله، واخا نقولوا دار هاد الفعله دار شي واحد وحنا ما عارفينش، ولكن ربي حمى دوك الابناء وحمى دوك الاطفال وحمى بزاف الحوايج. وسبحان الله مؤخرا داروا فيديو وكانت الاخت سميره كانت دارت واحد التحدي، يعني حكمت على واحد الاخت اللي هي جات عندهم تاهي من العائله، قالت لها طلعي في هذاك التبن. تخيلوا اخوتي كون كانت هي طالعه والعافيه شعلات السيده، انا كنتخيل داك الفيديو كنعاود نردو هذيك السيده اللي طلعت للتبن وبقات هابطه، كون شعلت العافيه في ديك الوقيته اللي كانوا كلهم هما دايرين بالتبن، كون شعلت. ما كتشوفوش هذا الشيء، كتشوفوا غير لا كتشوفوا غير اللي بغيتو. امي حاده كنظن ان الملف ديالها كاين حليب صافي، لان اش غنقول لك، لان القناه شي امي حاده و
قنواتها بجوجة هشام، قنواتها بجوج، عندك قناة قناة مربوحة راه وصلت المليون وغادية، والقناة المحادة راه نص مليون ما شاء الله. ما شاء الله، الله يزيدهم والله يعينهم والله يخليهم ديما في المحتوى اللي زوين وتيعجب المغاربة. محتوى البادية زوين جميل جدا، محتوى ديال البادية قلت لكم اخوتي زوين وجميل جدا، وتنشوفوا هذيك الأسرة كيفاش تلاصقة بعضياتها وكيفاش متلاحمين وكيفاش يضحكوا وكيفاش يبينوا لنا بزاف د الحوايج. اسمح لي يا هشام اللي بغيت نقول لكم، اللي كيقولك على شويه ديال التبن، بالله عليكم واش امي حاده عمرها طلعت للطوندونس شي حاجه اللي كتحشم؟ امي حاده نهار اللي طلعت اليوتيوب طلعت بحاجه وحده، كيفاش ولدت البقره، طلعت وهي الطوندونس كيفاش كتولد البقره، يعني طلعت بحاجه اللي حنا كنفتخروا بها، ما طلعتش بشي حاجه اللي عيب. امي حاده المشاهده في قناتها الحمد لله بما يرضي الله جايبها من عرق كتافها وبدراعها مع اولادها، والحمد لله مقدمه واحد الصوره جميله على الام وعلى الجده وعلى كل شيء. مؤخرا كاينين عندها اولاد ولادها، يعني الجده ديالهم عرفتي كيفاش ديك الاسره كيفاش تكون زوينه، تكون جديك ومربي بزاف ديال ولادك ولاد ولادك، راه جميل جدا. وكيفاش يتجمع في الاعياد وفي المناسبات، يا سلام ما نعاوش لكم خاص هذا الجو حنا عشناه. وهذا الجو انا شفتو عند جدات هشام، حيت لحد الساعه يعني ولاد ولادها مكبراهم راعياهم، يعني كنشوفها بان حتى يعني خوت هشام هكا حاضنه عليهم، يعني خص ماكلتهم في الوقت، خص كنشوف خوت راجلي خص شي حاجه ديالتهم في الوقت، يعني شدهم بواحد الطريقه، يعني ما نعاودش لكم في العيد كل شيء كيكون تما بحال الزاويه بحال المحده. ونرجع للموضوع ديالنا ديال، لان اخوتي هاد الناس تيقول لك التبن راه غاتبن، عرفتي شنو هو التبن؟ البالا حد في الظروف اللي تنعيشو حنا قاصحه، عرفتو البالا شحال دايره؟ 70 درهم البالا، وصلت حتى 70 درهم، 70 درهم و 3000 بالا اللي تحرقت لهاد الناس، 3000 خصوصا في هاد الظروف حنا اللي عايشين، 3000 بالا حسبوها شحال ديال الفلوس تبارك الله 3000، والموسم كامل مسكين هو يعرق ويجيب الماكينه ويحصد وما يخلي ما يدير، ويمشي مع الفلاحه ويزرع وبزاف د الحوايج، وفي الاخر يمشي هذاك الشيء هباء منشوره. راه اش غنقول لك، راه ربي اللي غيخلص هذاك السيد وهذوك الناس، ربي اللي غيخلصهم. هما ماشي تيشوفوا راه تحرق لهم التبان ولا داك الشيء، هما بقات فيهم الشمشه اللي يكون دارها شي واحد، هما ما دايرين حتى في شي واحد العار، هذه هي اللي تيبقى فيهم. وهما مؤخرا علاش هادشي ما وقعش في الاول، هما مؤخرا بينوا الحواله وبين عمي قدور بين الحواله وقال لك انا غنحط غير 20 حولي، غنبيع غير 20، اللي بغى يجي يشري مرحبا، قال لك حيت ما نقدرش نحط كل شيء، حيت قال لك دابا مع هذا المرض وهادشي غنحط غير 20، يعني مسكين فكر، لان الراجل قانوه، فكر في المستقبل، ماشي حط كل شيء باعوا، الراجل قانع باللي عطاه الله، ماشي حطهم كلهم باعوا باش يربح الفلوس، لا فكر في عائلته، فكر في ولادو، ما رباني المرض يقدر يعني هذا الوباء يا ربي تحيدوا علينا من بلادنا، يعني يلقاه هو باش يمشي عائلته ويمشي ما حالو. هذا الشيء باش فكر باق الدور، يعني اختار غير 20 حولي وقال هذا غنعطيه لولدي، يعني بانوا لي داك 20 حولي غيفرقهم غير على عائلته مسكين، يعني عنده القناعه اللي ما عندش شحال من واحد وما كيكسبهاش. وانا راه حنا شاهدنا الفيديو كيفاش العافي شعله وكيفاش مسكين هو راجل كبير وتيجرف التيو، اخوتي كيفاش مسكين تيجرف التيو وتينفر مسكين وطالع، وواحد العصبيه مسكين لا اله الا الله، وعلى بوت كانوا غيتحرقوا تدوك المعيزات وداك الشيء قريب من الباب ديال. وانا من هذا المنبر، من هذا المنبر تنقول علاش حنا تنوصل، علاش الله سبحانه وتعالى وصى على الجار، وصى على الجار قبل من الدار، وصى على الجار قال لك جارك اختار الجار قبل من الدار، عرفتوا علاش؟ لان جيرانه والناس اللي دايرين به مساكن جاو تيجريو وطفاو مع العافيه وما خلاو ما داروا. يا سلام علاش؟ حيت عرفوه عسل وسكره وكيدوب ودغيا يدوز، راه ما كاينش اللي خاطر بحياته ويجي للعافيه ويطفي معاك العافيه، راه كاين اللي بقى يتفرج من البعيد. وكو كانوا هاد الناس خايبين وما مزيانينش ما غتشوفوش هادوك الناس كلهم دايرين بهم. مالك لالا حاده؟ ما كاينش واحد كيقول لها حاده. مالك لالا حاده؟ مالك لالا حاده؟ وراه قلت لكم الالماس ديال اليوتيوب وما تيقتونيش، بزاف دخلوا كيستهزؤوا كيقول لك الالماس الماس الماس،
من كتشوف العافيه وكتقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان حيله وسباب، ما كتدعيش كتقول حسبي الله، حيت الله هو اللي يقدر ياخذ لها حقها. الله ياخذ الحق ديال اي عبد مظلوم، الله ياخذ الحق ديال اي عبد مظلوم. وهاد الناس ربي ما تعرفوا من مورا داكشي شنو كان مخبي، وربي غيعوضهم بزاف د الحوايج، هما غيبقاو فرحانين، غيبقاو غادي في المسيره ديالهم ان شاء الله. واللي بغى الله هي اللي كاينه، وهاديك الماشيه مهما ربي رزقها ربي غيرزقها عاوتاني بماكله اخرى. هاديك الماشيه ما غاديش، هاديك الماشيه ما عمرها تضيع، حيت هادوك غير بكمات ما عمرهم يضيعوا، ربي غادي يرزق ليهم. شوفوا الا كانت من عند الله مرحبا بها، باق الدور ما تبكيش، دموعك غاليين، وانت انسان طيب وانسان الله يعمرها دار. فربي يعني كيقول لك راه كيبتالي غير العباد ديالو، فما عندكش علاش تحسر اولا يبقى فيك الحال. بصح هي الام راه ماشي سهله، راه بزاف، راه واحد الضياع اللي كبير، راه مزرعه كلها تحرقت، كلشي مشى. ولكن اللهم تجي الخسران في الفلوس ولا تجي في الصحه، ام احسن هادي ولا هادي؟ انا بانت ليا ينعلبوا الفلوس وتبقى لنا غير نتبق الدور، امي حاده منورين وكلشي مازال تخلفوه. واش غنقول لكم؟ الله يصبرهم، والله يصبر خويا يونس، ويصبر بقى الدور، والام حاده جايه بالدور ديالها، هي الركيزه ديال الدار، هي الشجره ديال الدار. هذيك الدار ماشي دار، زاويه، هي الشجره ديال الدار، هي اللي فيها دوك هذوك اللي يقولوا لهم فاطمه الزهره دابا بحال هكا، دابا نمشي شي يقولوا لك دابا نمشيتي لدارنا. ما فهمتش دابا شنو تيقول؟ دابا انا مشيت، دابا الام ديالي شنو تقول لك؟ نمشي مرات ولدي، مرا واش ابناء ديالها هما دوك العريشات اللي خارجين من الشجره ديال اللي وصفت لكم جامعه؟ كيقول لك، كيقول لك ما عرفتش كيقولوا لها، هما كيقول لك هذيك الشجره وهذوك الغريسات ديال الغرس، الغرس النباتات اللي دايرين بها. وكيف سبحان الله دابا هما مجوجين تبارك الله، وولدو غيكبروا عاوتاني وليداتهم وغيجوجوهم تبارك الله. وكاينين، كاين عندها ولد ولدها، راه هي امي حاده عندها ولد ولدها اللي كاين تبارك الله كيقيم في الديار الاوروبيه حتى هو يعني. وكاين هو ومراته، كاين هو ومراته، شوف هو ومراته يعني هي الجده ديالو، جاي هو ومراته، وكاينين اللي هو ومراته ولادو يعني. امي حاده كيقول، هو كيقول ليها جده، ولادو اش غيقولوا ليها؟ كيقولوا ليها حتى هما جده. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله، الله يحميكم من العين. خمسة وخميس والعين اللي ما شافتكم وما سمات لا حول ولا قوه الا بالله، من شر حاسد اذا حسد. احنا بزاف الناس، بزاف غايقول لك هاد الناس يطلعوا باش يجاملوا هاد الناس وهادي. حنا كنا تنعرفوا هاد الناس قبل ما تكون عندنا حنا فاش امريه تكون عندها قناه في اليوتيوب، كيعجبوني كانت متبعاهم. فاش امي حاده فاش جات عندها واحد الفنانه كتمثل وجات عندها لتمايا وصورات معاها، فاش تيعجب امراه عندي تيعجب هذاك المحتوى ديال الباديه، جاي من جد بغيت تمشي لدارهم ليه تقول لي يلاه نمشيو للعربيه نجيبوا داك، كتعجبني العربيه نجيبوا داك هما تيقولوا لي حنا كنمشي لبلاد عندنا الكرموس يلا غنقولها الكرموس، تقول لي يلاه نجيبوا اكناري عندهم تمشي لايفني كنبقى نقطع هذاك الشيء، هما تيقولوا له تيقولوا له اكناري الهنديه كل واحد حنا تنقولوا له الهنديه. انا الهنديه غنتمناها غير شوفوا الهنديه الكرموس هذاك اللي فيه الشوك، غنتمناها لهذوك الاعداء، لا الاعداء ديال امي حاده ولا الاعداء اللي ما كيحملونيش حتى انا. لا بغيتكم تشدوا الهنديه وتنوضوا مع 6-8 ديال الصباح تضربوا الهنديه بلاخ وبز باش عرفتوا غيكتبوا لكم من هذيك اللي كيكتبوا كل نفس دائقة للموت، ما غتلقاوش اللي شي دواء. وهادشي اللي غنقول لهذوك اللي حاسديننا وصافي، الله يهدي ما خلق وصافي، الله يهدي ما خلق. وتنقولوا للقناة الأم حادة والأخ يونس وباكبور وباقدور، تنقول لهم باكبور، تنقولوا لهم كلشي خلف الله، نتوما اللي درتوا هذاك الشيء، نتوما اللي وجمعتو المحصول، نتوما مخليتو ما درتو، قادرين تعاودو كلشي، قادر ربي يخلف ليكم، قادر بزاف د الحوايج. وشنو شني اللي تقدر تحرم منا؟ هي البهجة، هي الضحك، هي الفرحة، هي كون وقعت شي حاجة شي واحد في وليداتك خاصك تحرم منو، هادي مخصكش تحرم منو، هاديك اللمة اللي نتوما ملمومين
خاصكمش تحرموا منا. ولكن حاجه وحده باق الدور او امي حاده اولا خويا يوسف، حاولوا شويه العين راه صعيبه، العين شويه الرقيه راه العين راه مذكوره، الرقيه شويه حيت هكاك يعني مجموعين ومحبوبين عند الناس وقناتكم يعني مسمينها محبوبه، يعني راه الناس كاين اللي كيدخل كيقول وباقا عايشه ولاد ولادها وهي وهذا، راه ما كاينش كيقول تبارك الله ما شاء الله، وهذا الشيء هو اللي كما قلت لكم احبابي تهلاو لينا فراسكم وبسلامه عليكم. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ربي يخلف لك باق الدور انت وامي حاده، وكنقول لهذوك اللي كيبقاو يكتبوا دوك الكومونتيرات وبزاف كيهضروا علاش كتهضروا على الناس، كل يوتيوب كلشي كيهضر على امي حاده، كلشي محبوبه عند الناس ديال اليوتيوب. فغادي نقول شي بعد شنقول لكم بعد ما عرفتش اش نقول لكم، غير غادي نجاوب ان الحمد لله ان زماني حدايا صوتا وصوره، والحمد لله انه كيبان معايا. شوف هذا هو جوابي. شوفي خصك تعرفي لان الحياه حنا شحال غنعيشوا في الدنيا، ولو نديروا اي حاجه ما غنقدروش نعيشوا داك الشيء اللي مقدروا لنا الله. بنادم يكون متسامح، لان الانسان الحياه مدرسه، نعيشوا الحياه ديالنا ونديروا الخير بعضياتنا واللي دارها ربي اللي كاينه، وما كاينش الحقد. حنا ما كرهناش نعيشوا 100 عام ونبقاو مع بعضياتنا وما نتفارقوش ونضحكوا ونديروا حتى 20 ولد، ولكن الظروف، لان الظروف مقدره لنا الله. حنا ما كنجيوش نبقاو نقولوا لاباس علينا، عندنا وحنا ما عندنا والو، حنا عندنا الله سبحانه وتعالى، وعندنا عويناتنا وعندنا رجيلاتنا وعندنا وليداتنا، والحمد لله ما خصناش شي خير، اي محرومه من الوليدات. وتهلاو لنا فراسكم وبسلامه عليكم. وبالنسبه للناس اللي كتبغيني وقالت لي فاتي عجبتينا وعجبتينا ما بقيتش كتجاوبي، يعني وليتي خدامه في المحتوى ديالك زوين، شكرا لكم. خصنا من بعد نطرقوا لهذا الموضوع ديال الوليدات، لاننا حنا تعذبنا قبلش، حنا تعذبنا وعانينا، وانا كنت نبكي وفاتي تبكي، ونهار بغى ربي السبب غير قالك اسباب السبب، واحد النهار نضنا المهم ومشينا قصدنا الطبيب، وربي كان السبب عن الطبيب قالك راه كاين الامل، راه خاصكم من بعد التفاصيل ان شاء الله. راه خلينا رزقنا بريان، ها هو ريان دابزين معاه، جلس هنا نوض هنا شديه من هنا. نخليوها لكم في فيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو لنا فراسكم، سلام عليكم. ان شاء الله احنا هضرنا على امي حاده، ولكن غادي نخليو لكم غنخليو لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، نخليو لكم كيفاش جبنا هذا الفنكوز ديالنا. والله يخلي لكم وليداتكم، راه مسكين ضعاف ليا السنينات. دير الو، دير الو بابا، الو امي حاده، دير الو امي حاده، الو امي حاده، صوني على صوني، الو قول الو ريان، دير الو ميمو، قال لك ما خدمتش. يلا بسلامة عليكم، تهلاو براسكم، باي باي. دير لي بوس مريض مسكين بالسنينات. يلا السلام عليكم احبابي، تهلاو براسكم.